هلا والله. انا الحين بباريس في حدث فوكس، شركه فوكس حقت الالعاب اللي جابت لكم لعبه ستيكس لايف سترينج ولعب هذه. راح اوريكم داخل في الحدث نفسه، في المبنى هذا داخل في قاعد يصير الحدث، بوريكم ايش فيه، بصور لكم كل حاجه فيه اقدر اصورها، لان في اشياء ما اقدر اصورها، زي خلينا نقول مثلا لعب من الشاشه، الالعاب جديده، لكن الالعاب بحضرها وراح اتكلم عنها وبس، يعني بصور لكم المكان الموجود فيه الالعاب هذه، بس ما راح اوريكم اللعبه نفسها، بوريكم مثلا الاشياء اللي يحطونها حولها وزي كذا، واحط لكم بعد اذا لقيت خلينا تريلر او عرض اللعبه وانا قاعد اتكلم عنها. خلونا نبدا. اول لعبه معنا هي لعبه ستيكس شارد اوف داركنس، هي تعتبر الجزء الثاني من لعبه ستيكس اللي نزلت قبل فتره. طبعا لاحظت تغيير فرق ملحوظ او شيء في الجرافيكس، ثانيا طريقه اللعب. ومثل ما تشوفون طبعا، او ما تقدر تشوفون طبعا، بس بتكلم بقول لكم الاشياء الموجوده اللي لاحظتها، وهم رونا عرض قدامنا نشوفها. واحد يلعب قدامي وقال لي عن يعني شرحنا اشياء كثيره، بلخص لكم اياها بسرعه. اول شيء اضافوا انك تقدر تغير الارمر حقك، بحيث انك يعني تلبس ارمر ويتغير، كل ارمر يعطيك سكيلز معينه، مثلا تقدر تصير تاخذ ارمر حق الكيمست يعطيك جيوب اكثر تحط فيها اشياء الكيمست، او مثلا ارمر يقوي الديفنس، ارمر يقوي الاتاك، هذه الاشياء. ثاني شيء الحين لما صرت تسمع الكلام حق الناس اللي يتكلمون المحادثات، تاخذ مهمات اضافيه، هذه المهمات الاضافيه كل ما تاخذ اكثر منها كل ما راح تاخذ لك ايتمز تفيدك اكثر في اللعبه. وطبعا في سكيل تري نفس الجزء اللي قبل، بحيث انك تطور شخصيتك لاي اتجاه تبغاه وزي كذا. واهم شيء اذا خسرت اللعبه يجيك سكس يطق الشاشه عليك ويقول لك يا اخي ايش فيك انت، ما انت بهارد كوري، ترى ما راح تاخذ اجيب انت لعبت اللعبه برجولك، هذه الفكره، فيفكر نلعب برجولنا. واللعبه هذه طبعا ما هي لعبه عاديه ابدا، لا لعبه صعبه صراحه مو سهله، لان تحتاج انك تتخفى، تحتاج انك ما تنصاد، لانك ستيكس ما هو قوي، ستيكس يعني طاقة عادية جدا، والضربة لو وجه لوجه بيتفقع على طول، فعشان كذا لازم تحاول تشغل مخك وتستخدم الأشياء اللي حولك في إنك تتخفى وإنك تسوي أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة تفيدك، وفي طرق كثيرة يعني كل مرحلة لها طرق أكثر من طريقة تخلص الستيج نفسه، ف يعني لعبي بيختلف عن لعبك بيختلف عن لعب كل واحد فيهم. وطبعا في نظام الأمبر فيجن اللي هو فكرة إنه يوريك كل شيء في الخريطة، أو مو خريطة، الناس اللي قدامك حولك اللي تشوفهم يخلي عليهم تاج، مثل وحوش الأعداء يحط عليهم تاج وذول الأعداء وزي كذا، فهذا يفيدك في اللعب. حاجة جديدة لاحظتها انك تقدر تسوي كلون من جسمك، الجزء الاول كان في هذه الخاصية، لكن هنا طوروها بحيث انك تقدر تسوي كلون من مكان بعيد، يعني تنسخ نفسك وتقطه بعيد، وبعدين تقدر تسوي تليبورت للكلون هذاك، فمثلا تسوي كلون، تقطه بعيد، بعدين تروح تخلص مهمة، وبدل ما تدق مشوار ترجع للبداية، لا ابد، بدل مع الكلون اللي انت حطيته هناك وخلاص، يصير كأنك وصلت بسرعة، حاجة جدا رهيبة. وتقدر تستخدم الاسد انك يعني لو ذبحت احد الجثه مو تخبيها، تقدر تخبيها في مكان كذا، بس لا هنا اسهل شيء انك تجيب اسد وتحرق الجثه نفسها وخلاص تفتك منها، هذا موجود في الجزء الاول بس رجعت الحين هنا وبتفيدك اكثر. اللعبه راح يكون فيها 9 مهمات طويله، وطول اللعبه الفعلي اذا يعني لعبت كل شيء وخلصت كل شيء وحولت كل اسرار وكل شيء 18 ساعه تقريبا. ولعبة ثانية معنا اسمها كول اوف كثلو، طبعا عرفت انك صعب تقرون هذا الشيء بس انا متعود، ليش؟ لان اعشق هذه السلسله، هذه السلسله خلينا نقول هذه الاسطوره صراحة واحد مرة رهيب اسمه اتش بي لوفركرافت، وهذا الإنسان هو اللي اخترع الرعب في الكتب والأفلام وكل شيء تشوفونه، هو أبو الرعب يسمونه، فسوى لعبة بناء على القصص اللي سواها الروايات. اللعبة راح يكون فيها حاجات رهيبة، أول شيء راح يكون فيها استكشاف وعناصر ار بي جي قليلة زي انك تلفل اللاعب حقك وزي كذا، راح تكون من الطور يعني الفيرست بيرسون يعني زي ريزنتيف اللي لعبناها 7، بس راح تكون غير فكرتها، فكرتها راح تكون تركز اكثر على الاستكشاف اكثر من انك تتهاوش ناس وزي كذا، وفي حل الغاز، لكن الشيء اللي يميزها انه في كلام كثير في اللعبه، يعني اقول لكم الحين اللعبه هذه فيها كلام كثير والكلام هذا جدا مهم، الكلام هذا يفيدك، مثلا تروح تكلم شخص يعطيك معلومه، بعدين تروح تكلم شخص ثاني وتحاول تراوغه، تستخدم المعلومه اللي اعطاك هذاك الشخص، اذا ما استخدمتها اعرف انك بتجيب العيد، لان اللعبه هذه فيها اكثر من نهايه ومو سهل اي واحد يخلصها. طول اللعبه الفعلي راح يكون من 10 ساعات الى 18 ساعه. وراح يكون فيها الغاز متعدده صراحه، نلعب هذه متحمس لها لان عجبتني صراحه، فانتظروها. وشفت لعبه اسمها بليك تيل انسنس، وهي لعبه صراع بقاء صايره في فرنسا في العهد الثاني ما ادري ايش من زمان، يعني فكره اللعبه اللي هو الوباء او ذا بليك اللي هي الفئران، الشيء الاساسي في اللعبه الفئران، ومثل ما تشوفون في كل مكان كان فئران موجود، حاطين لك اياه عند المدخل، داخل حاطين فئران، في كل مكان فئران بشكل طبيعي، بس طبعا فئران بلاستيك مو حقيقيه، بس فكره اللعبه الفئران اللي داخلها مش بلاستيك حقيقيه، مشكلتهم انهم قاعدين يهجمون العالم وقاعدين يقتلونهم واحد واحد. ابليكتر راح تكون لعبه سنجل بلاير، وراح يكون فيها نظام او خلينا نقول التصوير البعد الثالث او الثيرد بيرسون، راح تنزل في اخر 2018 يعني لسه مطوله، احداثها بتكون في فرنسا في الميدل ايج في القرون الوسطى.
راح تلعب في البنت اللي هي البطلة تعتبر، ومعها أخوها الصغير يساعدها. اللعبة راح تعتمد على عامل التجسس، أنك تتجسس في كل مكان، لأن أنت اللي ورانيها في الدم أن البنت هذه قاعدة تنحاش من الشرطة أو جنود شيء زي كذا، نبون يقبضون عليها وأخوها. فالفكرة إيش؟ المدينة كلها فئران في كل مكان، بس هذا الجنود كل واحد معاه لانترن أو نور يقدر يأخذ كذا بيده ويقعد يتمشى تشوف تحته إضاءة، هذا الإضاءة الفئران تبعد عنها. فالشيء الأساسي في اللعبة أنك تحمي نفسك ضد الفئران هو النور. وطبعا البنت هذه عندها أسلحة تستخدمها، بس طبعا مثل يعني أنها بنت صغيرة، سلاح أورونيا عبارة عن سلينك شوت أو نبيطة، فكرتها أنها قاعد تلفها كذا وتضرب، مو الجندي لا، تضرب اللانترن حقه، بحيث لو انكسر اللانترن أو المصباح لما ينكسر الفئران اللي حوله كلهم يتجمعون عليه ويقتلونه، يأكلونه، هم يأكلونه، تقدر تعدي منهم أنت. فكرة حلوة صراحة. الولد فيه استخدامات كثيرة. الاستخدام الأورونية أنه دخل زي مكان ضيق البنت ما تقدر تدخله، وجاب شمعة معاه، الشمعة تحتاجها تولع فيها النور عشان تفتح لك طريق بعد عن الفئران. قالوا أن هذا الولد تقدر تطوره بطريقة ما، بيتطور معاك، وكل ما يتطور راح يكسب أشياء جديدة، أو خلينا نقول طرق جديدة تستخدمه فيها. اللعبة راح تكون لينير، يعني لعبة خطية، ما فيها يعني لا سايد كويست ولا شيء، هذه خلاص خلاص اللعبة تنتهي، لا ما في شيء ثاني، لعبة خطية. ومدة اللعبة راح تكون 15 ساعة، يعني 15 ساعة وخطية. الخمي راح يستخدم في اللعبة بطريقة ما انه يقوي اسلحتك، ما ورانا كيف، بس هذا اللي قاله. واللعبة الثانية وروني اياها ذا سيرج، اتوقع انها الفلاج شيب حقهم، لان دائما حاطين الشخصية زي ما تشوفون في المقدمة مع باقي شخصيات الألعاب الثانية، بس هذا حاطين في المقدمة، يعني هذا حاطين آمالهم فيه. صراحة اللعبة أنا شفتها صراحة، أهم شيء شفته فيه أو لاحظتها الإضاءة، الإضاءة في اللعبة شيء رهيب، يعني الإضاءة على ملابس الشخص، الإضاءة اللي تكون على الأنوار اللي تكون في الممرات، إضاءة من نفس أسلحة النار اللي تستخدمونها ضدك، شيء رهيب صراحة عجبني، لاحظته شيء حلو، يعني بالإتش دي آر طلع شيء رهيب. أتوقع اللعبة، اللعبة هذه راح تكون أكشن آر بي جي، يعني فيها عناصر آر بي جي إنك تطور لاعبك وزي كذا، راح تكون في البعد الثيرد بيرسن، مو بعد ثالث، يعني تصوير الثالث ثيرد بيرسن. راح يكون في كوستات كثيرة، NPCs تكلمهم تاخذ منهم كوست، يعني ناس ما يلعبون تاخذ منهم كوستات. وفي القتال تقدر تحدد على مناطق خاصة بالأعداء، بحيث إنك كل ما تكسر جزء منه تقدر تستخدمه ينزل لك لوت معين، أو مثلا تاخذ سلاح العدو إذا طاح. وتقدر برضو تستكشف وتدور سيماتكس أو خطط، خلينا نقول حقت أسلحة تقدر تصنعها. واللعبة راح يكون فيها باك تراكنج، أو إنك ترجع ورا، يعني بتكون كثير مرة من زي ألعاب مترويد وهذا هذه، فهذا شيء مرة ممتاز. بعض الأبواب ما راح تفتح لك إلا إذا أنت طورت اللعب حقك ووصلت ليفل عالي، يعني في أبواب مكتوب عليها 10 قدرنا ندخلها، في أبواب ليفل 50 و60 و70 هذه ما قدرت أدخلها لأن ما وصلت ليفل هذا. فأتوقع كل ما توصل الليفل راح تفتح لك أشياء جديدة في اللعبة وتستكشف أكثر. بعض الأداء يكون أقوياء جدا لدرجة إنك ما تقدر تسوي فيهم شيء وأنت ليفلك ضعيف، أهرب منهم لفل وارجع له. اللعبة راح يكون فيها 20 ساعة لعب قصة فقط، و40 ساعة لعب مع كل شيء في اللعبة تخلصه، يعني اللعبة راح تكون طويلة صراحة وممتعة. وصراحة اللعبة كثير ذكرتني في ألعاب مترويد من ناحية تصميم المراحل، لأنها بتكون فيوتشرستيك، يعني فيها مستقبلية وزي كذا، مو زي مترويد بس إنه عطتني جو مترويد ما أعرف كيف. وأخر لعبة شفتها لعبة فامبير أو فامباير، هذه اللعبة شفتها بجيمز كام وتكلمت عنها في تويتر حق ترو جيمينج. فالحين بقول لكم ملخص الأشياء اللي شفتها فيه في جيمز كوم، لأن هنا مو رانا شيء في جيمز كوم، عطونا أفكار زيادة أكثر، بس الأمانة ما استفدت شيء صراحة، لأن مو رانا شيء جديد للعبة، يعني مو رانا جيم بلاي للعبة، كل نفس الجيم بلاي حق جيمز كوم شفته هنا، فما عطوني معلومات زيادة عنها كثيرة يعني، بس بقول لكم إياها وشوفوا أنتم كيف. اللعبة راح تقدر تلعبها عن طريق المنظور الثالث، واللعبة راح يكون فيها اختيارات كثيرة تغير من اللعب نفسها، يعني في اختيارات تختارها أنت تسويها تغير من اللعب نفسه، اللعبة تتغير معاك وتتغير أشياء كثيرة وأحداث. قصة اللعبة أنك أنت بطل أو دكتور خلينا نقول، تحول إلى فامباير. لما تحول إلى فامباير تكتشف أن المدينة هذه فيها فامبايرز بس عايشين ما حد يدري عنهم، لكن أنت حين قمت تشوفهم. فكرة اللعبة أنك تسأل نفسك أنك، لأنك إذا أنت فامباير لازم دم، عشان تأخذ دم لازم تقتل، عشان تقتل هذا شيء مرة غلط تسويه. ففكرة اللعبة راح تسأل نفسك، واللعبة بتسألك، واللعبة بتمتحنك في الأشياء هذه، يعني تقدر تخلص اللعبة من غير ما تقتل ولا أحد، وهذه واحدة من النهايات اللي قالوا لنا إياها، إنك تخلص اللعبة من غير ما تقتل ولا أحد، لكن هذا تكون مرة صعب عليك، لأنك إذا ما قتلت أحد ما راح تقدر تلفل، وإذا ما قدرت تلفل راح تموت، يجونك أعداء يتهاوشون معك. في أعداء كثير، في عندك قانق صيادين الفامبايرز اللي موجودين في المدينة، وفي أيضا وحوش ثانيين زي وير وولف والأشياء هذول، الذئاب المستأذبة والأشياء هذه، فإذا ما ذبحت راح تنهي اللعبة، بس صعب مرة عليك، صعب جدا. عشان كذا يقول لك اذبح
ولفل، كل ما تذبح اكثر كل ما يصير عندك تلفيل اكثر، كل ما تلفل اكثر تاخذ اكسبيرينس اكثر، وايضا راح تاخذ قدرات خاصه في الفامباير تستخدمها قدام. يعني اذا ما ذبحت ما راح تاخذ القدرات. اللعبه راح تكون شبه عالم مفتوح، يعني ما هي عالم مفتوح بالكامل لكن ما في لودنج من غير مناطق، وهي اصلا فيها اتوقع 6 مناطق كبيره مجموعه في منطقه واحده. فالفكره انك راح تنقل منطقه لمنطقه من غير شاشه لودنج، وهذا مره ممتاز يحسك انك انت في عالم مفتوح. اللعبه فيها 60 شخص ما تقدر تلعب فيه، 60 شخص، كل شخص له عائله، له ناس يحبونه، له حياه خاصه، له شغل، له عمل، له جرائم سواها، له اشياء كثير سواها. يعني اشخاص تحسهم عايشين. اذا ذبحت واحد منهم هذا الشخص بكره او بعد فتره طويله، فتره قصيره، ايش طويله قصيره، راح يجي اسمه بالجريده. اذا جاء في الجريده راح ينكشف امرك تقريبا، ها يعني لان في فامباير هانتر يحاولون يصيدونك فبيدون يكشفون عنك هذا الشيء. اذا مات هذا الشخص ياثر اشياء حوله، مثلا لو قتلت الاسكافي، سكافي؟ لا سكافي شو اسمه؟ حداد. ايه اذا قتلت الحداد سكافي مثلا، اذا قتلت الحداد راح ياثر انه ما يقدر يسوي لك اسلحه، واذا ما يقدر يسوي اسلحه ما تقدر تلفل نفسك، فهذا شيء ياثر كثير في اللعبه. اللعبه فيها 4 نهايات، واحده من النهايات قلت لكم عنها انك تخلص اللعبه من غير ما تقتل احد، من غير ما تاكل احد. مره صعب حصل. راح ينزل ديمو قريب في الشهور القادمه في الاجهزه، اللعبه راح تنزل على جهاز البي سي والبي اس 4 والاكس بوكس 1. اللعبه راح تكون مدتها من 15 الى 30 ساعه حسب لعبك. راح تكون فيها سايد كويست كثيره، كل سايد كويست علاقه في الاشخاص اللي في ال 60 شخص هذول الموجودين في المدينه هذه، فكل واحد يعطيك كوستات. انا نفسي لما بلعبها شكل ما راح اذبح احد، اشوف كوستاتهم ايش بعدين اذبحهم كلهم خلص عليهم. وهذه كانت نهايه جولتنا في حدث فوكس في باريس. وريتكم الالعاب اللي شفتها، وانتم اكتبوا لي بالكومنت ايش الالعاب عجبتكم، ايش العاب ما عجبتكم. اسف ان في العاب ما قدرت اوريكم الجيم بلاي حقها لانهم اصلا منعين اني اصور، بس سويت اللي اقدر عليه اوصل لكم الفكره كانكم قاعدين تلعبونها قدامكم. اذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك، وعطونا لايك تسوي شير الفيديو، اعط اخوياك ووزع لاخوياك عشان ينتشر الحب بيننا وتصير في محبه وام. كما معكم بدر الشيحه، اشوفكم في فيديو ثاني على قناه ترو جيمنج. مع السلامه.